مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، احييكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج تحت المجهر، ويسعدني ان ارحب بضيفي لهذه الحلقه الناقد الساخر والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي فيصل البصري. مساك الله بخير بيوسف. مساك الله بالنور. الله سعداء ان نلتقي معك. انا اللي سعيد ان نلتقي معك. الله يسلمك. حياك الله. الله يحييك. خلنا اول شيء نشوف التقرير السريع ونبدا حوارنا الساخن الساخر. توكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيصل البصري المولود في العام 1981 حصل على شهادة هندسة الكمبيوتر من جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية، وعمل في أحد البنوك التجارية قبل أن يقدم استقالته منه ليبدأ أعماله الخاصة. واحدة من الأهداف اللي يمكن من أني أنا ما أكون شخص موظف، أنا أرفض أني أكون في الصندوق أو الباكيج اللي المجتمع اختار لنا. قبل سنوات بدأ مشوار البصري مع الشهرة، الشهرة التي صاغت المؤثر الذي تمناه البصري قبل أكثر من 20 سنة. أنا منصدم من نفسي شلون للحين مستمر مع العالم واجتماعي، مفروض يعني أسولف وديوان. أن يكون وفق معادلة تريد أن تصل إلى الجميع لا ترتدي قناعا. البصري الذي بدأ في تلفزيون الحكومة صغيرا تمرد على الحكومة التي مدحها طفلا. قد وفرت لنا الدولة ما يمكن أن يتوفر في أكثر دول العالم تحضرا حديقة الحيوان، يجد فيها كل طفل ما يعجبه، ولا نريد أن نتطرق إلى هذه السوالف، فتعالوا أصدقائي نصحبكم إلى حديقة الحيوان. معتبرا أنها في ذلك الوقت قد وفرت كل شيء، إلى أن وصل به الحال أنه أغضب الحكومة. لا 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 لا، ما أحب أنا شوربة العجز مات المركزي، ما أحب العيال. وآخرون يرون أنه يحدث الضرر أكثر من الإصلاح. البعض يرى ما يقدمه فيصل البصري في دائرة الاستهزاء والخروج عن الذوق العام، إلا أنه مؤمن بأن ما يقدمه عبارة عن رسائل إصلاحية صريحة وجريئة في مجتمع باتت فيه أغلب الظواهر سلبية. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ونبدأ حلقتنا لهذه الليلة مع ضيفنا الناقد الساخر فيصل البصري. شفت التقرير بيوسف؟ خوش تقرير والله، عجبني التقرير. ترى أنا ما دريت أمس لا أمس أنك أنت كنت تقدم تلفزيون لطفل. وأنا صغير كان عمري 12 سنة أو 13 سنة. طيب نبدأ حوارنا الليلة، أبي أرجع إلى مشاركة كانت لك في منتدى الإعلام العربي في يونيو 2014، تحدثت أنت عن وسائل التواصل الاجتماعي وذكرت كلمة نجم لا تروق لي أفضل مسمى مؤثر. شلون تقيس التأثير اللي أنت قاعد تقوم فيه؟ موضوع الشهرة جدا سهل، موضوع التأثير السلبي أيضا سهل. اليوم نشوف وايد أمثلة موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرون أمثلة سلبية على الصغار على المجتمع بشكل عام. التأثير الإيجابي هو اللي كنت أطمح له يعني في البداية، وإن شاء الله يعني أتوقع أني وصلت هالمرحلة هذه، الفكرة أني أثر بشكل إيجابي في إصلاح اللي أشوفه خلينا نقول مو زين في مجتمعي، على مستوى الأخلاق، على مستوى الإنجازات، على مستوى التنمية، أو أي تقصير من أي مؤسسة أو مسؤول حكومي. وهذا قاعد تلمس أنك أنت قاعد تقوم بهذا الدور الإيجابي، ولا هي مجرد محاولة للتنفيس عن ما يجول في خلينا نقول نفوس الناس يعني مو أكثر، مجرد هي محاولة تنفيس، ولا أنت قاعد تلمس هناك أثر إيجابي قاعد تترك؟ لا الحمد لله رب العالمين، في يعني كثير من القضايا اللي طرحتها واللي تكلمت عنها والمشاكل اللي تطرقت لها كان في تجاوب من يعني الأطراف الثانية، سواء كانت يعني مسؤولين أو مؤسسات. بالأغلب ما بيتفائل وايد، ما بيقول كل شيء يتكلم عنه يتصلح، كان صرنا السويد، بس في بعض القضايا كان في تجاوب وتفاعل. موضوع مو بس تنفيس، موضوع التنفيس الناس اليوم لما تطرح انت همومها ومشاكلها بشكل كوميدي ساخر ممكن يتقبلون الهموم اكثر لو طرحتها بشكل جدي.
طيب انت ايضا قلت مره ان وسائل التواصل كشفت وايد ناس سياسيين اعلاميين شيوخ دين قبل العالم في المسجد وعنده طلبه، العالم كله كان مرتاح، اليوم الشيخ او السياسي مطالب يبدي رايه فورا ما عنده مجال يلبس قناع، وايد ناس انكشفوا. وسائل التواصل الاجتماعي كشفت وايد ناس. نعم، لان انت اليوم مضطر انك تبدي رايك بشكل فوري، ما في اعداد، ما في تجهيز، ما في يعني اليوم اذا في قضيه سياسيه السياسي مطالب انه يطرح رايه الحين ما يتاخر. اكبر مثال الاستجواب اللي صار قبل كم يوم، بتكلم عنه بعد شوي. لا انا بس بنقطه معينه، ان اللي تاخروا في ابداء رايهم في موضوع الاستجواب حتى لساعات بسيطه الناس خذت موقف منهم. فاليوم احنا نتكلم عن سرعة التجاوب مع الناس وابداء رايك بكل وضوح. فعشان شي قلت هل ترى امر سلبي ولا ايجابي ان وسائل ان الاسراع في ابداء الراي، هل هذا امر انت ذكرت ان هذا بالعكس هذا قاعد يكشف اقنعه؟ قاعد يكشف اقنعه اليوم التسرع في اتخاذ قرار، بس انا اقصد المصداقية والشفافية في طرح رأيك هو الشيء الإيجابي. فإذا كنت أنت يعني عكس الموضوع هذا راح يضرك موضوع الإسراع في إبداء آرائك. وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي فتحت المجال أكثر لكشف الناس على حقيقتهم. نعم، موضوع كشف الأقنعة يمكن قد لاحظها، يعني أنا صار لي في مواقع التواصل الاجتماعي 5 سنوات، أنا ما قاعد أحسب يعني، بس أتوقع شيء ما يقارب 5 أو 6 سنوات. تلاحظ باختلاف المواقف السياسية والمواقف الاجتماعية ينكشف خلينا نقول قناعة المثالية اللي يدعون الناس، أو إذا قلنا الناس تلبس قناع التعايش مع خلينا نقول أطراف ثانية بالمجتمع، فينكشفون يعني مع الوقت وانكشفت وايد. يعني انت يعني يمكن حددت موضوع العالم او رجل الدين اللي قبل كان حسب كلامك شيخ الدين في المسجد وعند الطلبه والناس كانوا مرتاحين، اليوم الشيخ وايضا ذكرت سياسي يعني ما عنده مجال يلبس قناع، ليش حددت رجال الدين؟ لا رجال الدين يعني هذه اتوقع تغريده كانت قديمه، ما ادري شنو الموضوع. سبتمبر 2014. اي ما اذكر شنو كان الموضوع اللي قاعد اتكلم عنه، بس اليوم شيخ الدين مطالب انه يوصل حق شرائح اكبر. وقاعد يوصل عن طريق تويتر. قاعد يوصل عن طريق تويتر، مع عشان كذي هني قاعد يبين شيخ الدين الفاهم العالم اللي عنده خلينا نقول مصادر يستند عليها، ويبين شيخ الدين اللي كانت يعني تخدم البرامج الإعلامية، لأن الموضوع كان يحتاج يعني تحضير ياخذ راحته. أما موضوع أن الشيخ يكون في طلبة العلم، فانتقادي هذا حق أن الشيخ الدين اللي تعود أن عنده 5 ولا 10 ولا حتى 20 طالب عن تحته، اليوم خلينا نقول المجتمع كله ممكن يكون طلبة علم، فالطرح اللي يطرحه لازم يتناسب معه. طيب. ذكرت أيضا في ذلك الوقت في مايو 2014، مثل ما يوجد قاتل مأجور وكاتب مأجور فهناك مغرد مأجور، وهي عدوى انتقلت من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد. نعم، فسر لي شوية سالفة المغرد المأجور هذا. اليوم المغردين أو الناس اللي موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي هم نفسهم كانوا يعني ممكن يكون كاتب صحفي، ممكن يكون صاحب قناة تلفزيونية، ممكن يكون إعلامي في قناة تلفزيونية. في الإعلام التقليدي يعني نادرا أن شخص ينقل آراء الخاصة، تعرف كل قناة كل جريدة لها توجهها الخاص ولها خطوطها الحمراء اللي خاصة فيها. فقبل رؤساء التحرير الحكومة كانت تنسق معهم أنهم ما يطرحون مواضيع معينة أو يركزون على جانب ويتغافلون عن جانب آخر. الحين استبدلوا رؤساء التحرير بالمغردين؟ يمكن بعض رؤساء التحرير ما زالوا موجودين يعني في موضوع التنسيق، بس مغردين نعم في مغردين مأجورين، وايد ناس مغردين كانوا إذا صح يعني ما اتفق مع التسمية كانوا معارضة صاروا حكوميين، ناس كانت تذم ناس
وتغيرت قناعاتهم بيوم وليلة. في ناس طق ناس بدون سبب ما تدري ليش. فأنا مقتنع أن يعني في مغردين مأجورين وعددهم وايد كبير. طيب خلينا نشوف الفيديو على هالموضوع ونعلق عليه. يلا. في أكثر من 30 مليون دينار انصرفت حزة الانتخابات حق مغردين يمكن لاحظت يمكن ما لاحظت في مغردين قلبه قبل يذبون يمدحون في ناس بالإنستغرام في ناس بالسوشيال كانوا مهارضة قلبه تويتر قلبه إنستغرام اللي ما استفادوا وقت الانتخابات وما أخذوا فلوس عشان يقلبون يمكن أنا وياي ثلاثة أنفار بس واحد منهم يمكن شاكين لو ما أخذ فلوس أنا مو أحسن لي حلايا اللوك مالي ما حدش داش شني أبيع زل بالضجيج 30 مليون هذه رقم كذي قطيته أنت ولا عندك معلومة؟ كان عندي معلومة أن الرقم 30 مليون انصرف يعني على حملات انتخابية وحملات إعلامية سواء في الإعلام معلومة. التقليدي أو في مواقع التواصل معلومة. الاجتماعي نعم واندفعت يمكن أكثر من مبلغ يعني اللي المتأكد منه المبلغ يعني حول 30 مليون بس هي معلومة يعني مو افتراض ثاني من يقف وراها من الجهة اللي قاعد تدفع أطراف وايدين ممكن مو شرط يكون طرف واحد بس أنا اللي أقصده واللي مو عاجبني بالموضوع إن الناس ما تملك رأيها اليوم أنا ممكن أقتنع بمرشح معين وأقول والله أنا أتفق مع طرح هذا المرشح البرنامج الانتخابي للمرشح الفلاني يعجبني أرى في فكر هذا المرشح يعني إنه ممكن يصلح وكذي لا ليه صار الموضوع مقابل مال الأغلب أنا ممكن أشمل جميع المغردين أغلب بس أنت يعني 90% يعني إذا متفائلين 80 يمكن إذا متفائل 80 إذا متفائلين 80 إن اندفعت لهم فلوس في وقت الانتخابات هذا المبلغ نزل نعم والناس قبضت وغيرت آرائها طبعا في ناس أنا ما أشرح عليهم في ناس يعني كانوا يقبضون من زمان وشغالين على قولتهم تطبيل أنا قاعد أشرح على الناس اللي كانوا لهم رأي معارض للحكومة أو لنواب معينين يعني في ناس كان يعني قبلها بيومين ينتقد مرشح وبعدها بيومين إذن نفس المرشح اللي كان يعني ينتقده طبعا الموضوع مقابل يعني مقابل مادي يعني مو ما تغيرت قناعاتك يعني أنت ما قلت والله أنا آسف كنت غلطان في الموضوع الفلاني والحين مقتنع أنا بالمرشح لا طيب موضوع الإحباط وموضوع التنمية في البلد يؤخذ على فيصل البصري أنه هو على الرغم من أسلوبه الساخر إلا أنه هو قاعد يساهم في زرع روح الإحباط في المجتمع أول شيء أبي أرجعك إلى كلامك أنت قلته في 2014 أيضا المدون أو الكاتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن لا يصدر الإحباط إلى نفوس متابعيه من الشباب وينبغي أن ندرك دوما أن النقد لا يجب أن يدفعنا إلى اليأس كما يجب أن يكون هناك وعي من المدون وحس بالمسؤولية الاجتماعية نعم. كلام جميل نظريا على الواقع أنت قاعد تلتزم فيه؟ نعم اللي أتكلم عنه هنا اللي هي الموازنة بين خلينا نقول الانتقاد وبينك ما توصل مرحلة اليأس وايد ناس وصلوا مرحلة اليأس والإحباط خاصة يعني في شريحة أنت وصلت لمرحلة اليأس والإحباط؟ يعني على قولة الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة لما قال كان شعار الانتخابي إياك واليأس من وطنك أوكي هو مشت معه يعني هو ما يحق لنا يأس ليش ما يحق لنا يأس كل شيء موجود عندنا يعني على مستوى التجارة ما شاء الله هو يقول أنه تاجر والتاجر والله يرزق إن شاء الله رزق الحلال على مستوى السلطة هو ثاني رجل في الدولة هذه نفس الشخص اللي يقول الأخ مرزوق الغانم إذا طلع له إذا حك المصباح وطلع له المارد هو يسأل المارد أنت ايش تبي مو العكس
بس على مستوى الشعبي، على مستوى الشباب اللي بعمري، الشباب اللي أصغر مني، اليأس والإحباط يعني تغلغل، وصل مرحلة خطيرة. احنا الحين في فبراير 2017، بس قصدي احنا في شهر فبراير، في فترة يفترض انها تكون فترة احتفالات وطنية، ما في اي مظاهر احتفالات وطنية، لا اعلام، ما قاعد اشوف اعلام على البيوت، مو موجودة في تويتر في انستغرام. فالمرحلة اللي وصلناها من اليأس والإحباط ان حتى الاحتفالات الوطنية صار ما لها طعم. فانا قصدي هذا مؤشر خطير، طبعا انت تعرفه وانا عارفه والحكومه اكيد تعرفه الحكي، هل راح يسوون شيء عشان يغيرون الاحباط هذا والياس بالوضع الحالي؟ ما اشوف انا. طيب خلينا نشوف التقرير ونطلع فاصل ونرد نعلق عليه. الكويت اختاروها عاصمه سياحه وماكو سياحه، قالوا بتصير مركز مالي، ما صارت مركز مالي. السنه هذه اختاروها عاصمه الثقافه الاسلاميه، بيهدمون اقدم مسجد عندنا. 2017 اختاروها عاصمة الشباب وإحنا رياضة ما عندنا، واللي مشاركين بالأولمبياد مساقين مسمينهم لاجئين. الحين ما يصدقون يخلصون مستوصفين يسمونها عاصمة الصحة العالمية. زين ما دام المسميات كذي وتدفع فلوس وتأخذ مسمى، خلينا نسميها أم العواصم. سياح يشوفونا برا، ما شاء الله أنتم من وين؟ إحنا من أم العواصم. وين رايحين؟ أم العواصم. من وين رادين؟ من أم العواصم. زين بتروح امريكا؟ اي بس الترانزيت ام العواصم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ولا زال حوارنا مستمر مع الناقد الساخر والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي سيد فيصل البصري. ويوسف قبل الفاصل كنا نتحدث عن الاحباط اللي انت ذكرت انه هو اليوم بات متغلغل في وسط الشباب، في وسط شريحه كبيره من المجتمع. حطينا فيديو كنت تنتقد الحال اللي احنا وصلنا لها اليوم بالكويت، لا سياحة، لا أمور كثيرة، لا رياضة، أمور كثيرة. قلت الكويت أم العواصم، خلينا نسميها. لأن المسميات وقتها كانت ببلاش، كل شوي اختيار الكويت عاصمة لكذا، اختيار الكويت عاصمة لكذا، لكن على أرض الواقع الكويت مو بس التنمية واقفة لفترة طويلة وما في أي يعني شيء تم إنشاء أو أي إنجاز. إحنا حتى في مؤشرات ثانية الكويت مستواها قاعد ينزل، يعني مؤشر الفساد العالمي إحنا الأخير خليجيا ترتيبنا ما أدري يعني 100 وشيء يمكن على العالم. على مستوى التعليم ترتيبنا 162 إذا ماني غلطان في التعليم. على مستوى الحريات إحنا يعني في تدهور. ف يعني ما اكتفينا ان التنميه واقفه، لا قبل نرجع ورا، يعني مو بس واقفين. بس هني الحكومه تختلف معاك في وجهه النظر هذه، تقول بالعكس احنا اوكي ما كان عندنا تنميه لكن الحين بدات العجله تشتغل وعندنا مشاريع موجوده واي واحد يقدر يطلع ويشوف هالمشاريع موجوده، ليش النظره السوداويه؟ هالكلام لو احد يقوله قبل خلينا نقول 15 او اوكي ما بالك قبل 10 سنوات ممكن في ناس تصدق. حتى أنا شخصيا لما كنت أنتقد الحكومة في بعض المواضيع نسبة معارضة الناس لانتقادي خلينا نقول كانت 50-50، 50% يشوفون أنه معي حق، 50% يقول لا أنت والله سلبي والحكومة فيها إنجازات كذي. مع الوقت ومع السنين اكتشفوا الناس ان يعني كلام الحكومه ما هو صحيح، فصارت النسبه هذه اوكي ما عندي قياس دقيق بس ما توقعت تتجاوز 10%. اليوم الناس فقدت الثقه في الحكومه، الحكومه لما تطلع قبل كم يوم وتقول رؤيه الكويت 2035، على فكره ترى رؤيه 2035 مال الكويت تم طرحها في 2010، يعني ب 2010 قدموا نفس الرؤية بالضبط، مو نفس الرؤية بس فكرة ان رؤية انت شنو مكاس استقبالية، ايه انت مكاس عالم ممكن شوية تجرب رؤية اللي هي بعد كانت زيارة توني بلير وكان معاه مجموعة من المستشارين كذي اعدوا دراسة حق الكويت 2035. طبعا ما صارت ولا صار شيء. حتى خطة التنمية، خطة التنمية باعتراف اعضاء من الحكومة نفسها يعني مو ناس من برا، ان خطة التنمية فشلت
وبكل بساطة نفس الوزراء يعودون، وبكل بساطة الحكومة نفسها هي ترجع ويروحون البيت وينامون ويطلعون. بس على موضوع رؤية الكويت 2035، الشيخ محمد العبد الله في المؤتمر اللي يقيم للإعلان عن هذه الرؤية ذكر أن في قصور، أقر أن في قصور حكومي في إشراك المواطن في خططنا، لكن احنا ننطلق من 7 ركائز أساسية لهذه الرؤية واستعرضها: اقتصاد مستدام، إدارة حكومية فاعلة، بيئة معيشية مستدامة، بنية تحتية متطورة، رعاية صحية عالية الجودة، رأس مال بشري إبداعي، مكانة دولية متميزة. خطة استغرقت حسب كلامها أشهر من الإعداد بسواعد أبناء وبنات الكويت قائمة على أساليب علمية. مو مقتنع بالكلام نهائيا، لأن قبل الموضوع هذا كان في ملتقى أو مؤتمر الوطني الشبابي اللي هي الكويت تسمع، وقدموا واجتمعوا سنة كاملة الشباب وقدموا 10 توصيات لم يتم تنفيذ أي منها، وإذا تم تنفيذ يمكن واحدة ولا ثنتين. بعدها صار مثل ما قلت لك الموضوع توني بلير، ولما قالوا أن في خطة مستقبلية، خطة التنمية فشلت ل3 مرات، يعني 3 مرات يعرضون هذه خطة التنمية وتفشل. كان في برنامج اسمه برنامج ذخر اللي هو يختارون كل سنة 100 متميز من كافة القطاع والمجالات، يعني شباب الكويتيين، انه يمسكون. انتهى البرنامج انه بعد ما يعني تم صرف ملايين على هذه المجموعة في تعليمهم والدورات التدريبية اللي احضروها، لما خلصوا تقوم ما عندنا مكان. زي وين الرؤية؟ وين التخطيط؟ يعني تصرفت ملايين واستثمرت في هذول الأشخاص. الرؤية هذه 2035 أنت اللي تكلم عنها الشيخ محمد العبد الله ما تراها واقعية؟ مو بس أنا ما راها واقعية، التاريخ الحكومة في السنوات اللي طافت يأكد كلامي، يعني الكلام وايد كان، وفي كل مرة نسمع خلينا نقول تصريح أو خطة أو ملتقى، مو مقتنع ولا أثق في. طيب أنت مو مقتنع ما تثق لأنك أنت تنطلق من قاعدة الإحباط وأنت سلبي وقاعد تشوف الأمور سلبية، وهذا ديدن بشكل عام، هذا ديدن المغردين. نعم، خلنا نشوف هالفيديو تفضل ونكمل كلام. يلا. والمصيبة كل ما حاجيتك في هالموضوع معقدة، لا 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 تحتجين وما تقبلين وترفضين. لازم احتج ولا ما صير أنا لازم احتج واجادل وغرد. اي هذه مشكلتنا. الناس قاعدة تمشي للتنمية واحنا نحتج ونغرد، والركب ساير واحنا نغرد ونحتج ولا ما صير احنا. تعالي انا مشتكي، انا مش تركضين على هالكرسي، لا يكون فاكرة ان الكرسي الاخضر كان زين. لا بالحفل هذا والافتتاح مال دار الاوبرا جابوا ممثلات مثلوا مشهد يعني كثير المفروض انه يضحك، وقالوا ان المغردين هم سبب تعطل التنميه بالكويت. فدير بالكم يا جماعه لا تغردون باي شيء، لان ممكن تغريده تكتبها 140 حرف توقف تنميه دوله، وممكن مع كل تغريده لك كأنك تكت بنزين على الحريجة جامعة الإجدادية اللي مراضي تخلص كل شوي تحترق، ومع كل حرف تكتبه راح يتأخر افتتاح مستشفى جابر يوم. بس الحمد لله قالوا إن التغريد هو اللي عطل التنمية، ما يبوا طاري الفيديوهات، يمكن بافتتاح ثاني يمكن يبون طاري الفيديوهات، بس الحين أمورنا طيبة إن شاء الله. بس يعني إذا 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 الحكومة كل سنة تعطيك تقريبا يعني 700,000 دينار ولا 1,000,000 دينار على مسلسل، أتوقع راح تقول نفس الكلام. الفن يعني المفروض يفترض إنه يعني يمثل الشعوب وحال الشعوب مو ضدهم. بس نبي نعيش أكل العيش صعب، إيش نبي بالشعوب؟ بيصفقون الشعوب؟ لا إحنا نبي. العالم والناس كلها تطورت واحنا قاعدين نغرد وننتقد. نعم. انتقدت الفنانتين حياة الفهد وسعاد عبد الله على طرحهم، ليش؟
ما انتقدتهم شخصيا، موضوعي على فكرة ان الفكرة اللي طرحوها وكلامي كان مو تعقيبا على كلامهم، كان تعقيبا على في خلينا نقول آراء كانت موجودة في تويتر ان صح احنا بس نغرد، ويعني الناس بس انت اني كلامك كان ردا عليهم لان تذكرت فنانتين وطلعوا مسرح قصدي البداية يعني كلامهم مو مقنع ورديت عليه انا، بس قصدي بداية كان على تغريدات في ناس انه والله صح انتم سلبيين وكذي، يعني في ناس كانت تتبنى راي الممثلات اللي هو ان التغريد ممكن يعطل التنميه. وانت ما ترى ان كلامهم صحيح؟ لا. ليش رحت فتحت جبهه ودخلت موضوع المسلسلات وان يعني اللي ياخذ دعم 70,000 كانك قاعد تشير ان هم قاعد ياخذون فلوس لدعم مسلسلاتهم وبالتالي هم قاعدين ينفذون اللي تبي منهم الحكومه؟ لا ما تكلمت يعني بهالشكل لان الفيديوهات يعني ما كانت متسلسله. نفس الافتتاح ما ادري شنو كان المناسبه هنا، افتتاح دار الاوبرا بعدها كان الفنان الحسين عبد الرضا طلع بمشهد وقال ان الحين الحرامي الوحيد اللي صادوه اللي هو حسين بن عقل، انا ولا مره حاسبه فاسد. حسين عبد الرضا قاعد ياخذ منتج منفذ ومسلسلات بمئات الالاف ورايه ضد رايه ضد الراي الحكومه. بس انت هنا ما انتقدت عبد الحسين وسعد لانهم طلعوا في مشهد اخر، انت انتقدت الفنانتين اللي هم حياه سعاد تحديدا على طرحهم لانهم انتقدوا المغردين. رديت على الجزئيه هذه بس ما انتقدت يعني مو هم مشمولين موضوع الفلوس. مو هم المشمولين في موضوع الفلوس. مو قلت لك انا اذا كل فنان قاعد يقول رايه فحسين عبد الرضا قاعد يقدم طرح ضد الحكومة وهم قاعد ياخذ يعني منتج منفذ، وهذا حق يعني مالي شغل انا عليه بالعافية اللي ياخذه، هو يقدم عمل فني وقاعد ياخذ مقابلة وفق قوانين. طيب انا برجع شوية حق الفنانين في سياق الحوار، لكن بنتقل الان الى جانب اخر في حواري معاك. قلنا قبل شوية ان فيصل قاعد يحاول حسب ما يرى البعض بث روح الاحباط. ايضا هناك من ينتقد فيصل البصري انه هو كثير الاستهزاء بالآخرين. أنت قلت في 2014 أنا ملتزم بمعايير إعلامية وأخلاقية، ولكن ذلك لا يثنيني على الاستمرار في النقد الجريء دون تجريح. شنو الخيط اللي يفصل بين النقد الجريء والتجريح؟ لأن هذه يعني قد تكون مسألة مطاطة، أنت تفسرها نقد جريح، أنا قد أفسرها تجريح. شنو أنت شنو المعيار مالك الأساسي اللي بناء عليه أنت قاعد تغرد وتتحدث بالفيديو؟ زين بحب أوضح النقطتين. النقطة الأولى أنا عندي قناعة شخصية، ما يصير أحاسبك على شيء أنت ما ساهمت في اختياره. يعني مثال، ما أقدر اليوم أحاسبك على أصلك، على جنسيتك، على أهلك، على شيء أنت ما تقدر تغيره ولا ساهمت في اختياره ما أقدر أحاسبك عليه. نفس الشيء موضوع الشكل مثلا، فالاستهزاء ما يصير في شكلك. إني حق موضوع الأشياء اللي أنت تختارها. اليوم قاعد أطرح شيء أنا قلت لك في قالب ساخر، ما في استهزاء. أنت تقول شيء أنا أعلق على شيء اللي أنت تفضلت فيه بطريقتك، ما أخلق شيء جديد أنت ما قلته. يعني مثل ما شفنا الفيديو اللي قبل شوي هم قالوا أن المغردين قاعدين يعطون تنمية، فأنا تكلمت أن الحين إذا كتبت حرف ممكن مستشفى يتأخر افتتاحه. هذا قد يدرج تحت خانة النقد الصريح المباشر. ما في استهزاء. ما في استهزاء. الحين هذا خلينا نقول هذه القاعدة اللي قاعد اشتغل. بس هالقاعدة أنت ملتزم فيها شخصيا؟ ملتزم فيها نعم. في بعض المواقف مع بعض الأشخاص، يعني عشان أكون جدا واضح معك، ما إذا كان في إساءة ما أبدي بالإساءة. يعني أنا قلت يمكن فيديو ما أقعد من النوم الصبح وأقول اليوم أتهاوش ويا منو، خل أتهاوش ويا عمار تقي، ما أسوي كذي. بس إذا الأخ عمار تقي غلط علي أنا قلت قبل عندي تو أوبشنز، يا إني ما أرد عليك
أو أني أرد عليك في نفس المستوى اللي أنت تكلمت فيه عليه. فالناس تخلط بين الانتقاد والقاعدة العامة اللي قاعدة مارسها اللي هي بدون استهزاء وتجريح، وبين الأمور الشخصية اللي تصير مع ناس في مشاكل أنا لم أفتعلها. طيب خلني أنا أخذ هني بعض الأمثلة بشكل سريع جدا. تذكرت أنك أنت ما تستهزئ بالأشكال أو لأن هاي أشياء إحنا ما لنا يد فيها. يعني دكتور شفيق الغبرة، نعم، يعني واحد من الشخصيات المعروفة في البلد، أنت انتقدتها وحطيت صورة حقه. أنا ما نحط الصورة يعني، بس أنت حطيت الصورة حقه وطلع دكتور شفيق بالإيحاء بشكل البعض اعتبره أيضا في استهزاء. أوكي، مو هذا الفهم الخطأ. عمري ما انتقد دكتور شفيق الغبرة، عمري ما انتقد. التويتة اللي عندك اللي كاتب فيها اسم دكتور شفيق وحاط فيها صورة، مو دكتور شفيق، ما أقصد فيها دكتور شفيق الغبرة. من هو تقصد فيها؟ أقصد فيها شخص ثاني، بس قصدي ما أقصد فيها الدكتور شفيق الغبرة. كلش ما تقصد نهائياً، كل احترام والتقدير، ما أعرفه شخصياً ولا صار في أي موقف بيني وبينه يعني، ولا أقصده أصلاً. جيد، هذا توضيح جيد. ما هذا اللي أنا أقصد. ساعات الناس يعني فعلاً أنت ذكرت يعني هاي نص كلامك شقنا دكتور شفيق بكل شيء يفهم يعني. لا فسرت إن هي دكتور شفيق الغبرة يعني. لا لأن الإيحاء يوحي بشكل أو بآخر. يعني أكو حتى بعض المغردين ردوا وذكروا بالاسم يعني. لا مو المقصود دكتور. ما تقصد. هي شخصية كرتونية اسمها شفيق إذا ماني غلطان. شخصية نفسها الكرتونية اللي حطيتها، بس يعني أكد لك إني ما أقصد دكتور. لما تستخدم مثلا بعض المصطلحات مثل الفنان تيمون اللي تهاوش مع بومبا، هذه ما فيها ايضا نوع من الاستهزاء الساخر اللي قاعد بشكل او باخر يحط من قيمه؟ هني تتحدث عن فنانين، نعم، ما يحط من قدرهم بشكل او باخر. مو قلت لك هذا يرجع حق النقطه الثانيه اللي هي ان الموضوع شخصي، وانا ما افتعلت خلينا نقول الخلاف او المشكله. لما تكلمت عن يعني بعض الأفكار اللي تطرح في المسلسلات الرمضانية، في فنانين أو ممثلين في مسرحياتهم وفي مجالسهم الخاصة وفي لقاءاتهم تطرقوا لي في إساءة، هذه بتكلم عنها بعد شوي. لكن هذا الرد قصدي، يعني قلت لك ما استهزف بشخص ولا أغلط عليه كذي مني وطريق. صارت لك حادثة بدون ما نذكر الحادثة شنو، نعم، حتى لا ندخل في إشكال قانوني، نعم، بينك وبين إحدى الشخصيات، يعني الموضوع انتشر ويعني والكل تحدث فيه، يعني كل من على الأقل يتابع السوشيال ميديا تحدث فيه. نعم. النقطة هي أيضا أخذ على فيصل البصري أنه هو انتقد وتعرض إلى دولة عربية أو إلى لهجة الدولة العربية. خلينا نشوف الفيديو ونتكلم عنه. ألو، إيه يا روح خالو، إيه بديش يا أخي تضايق، إيه ويكدين بسط، إيه دبي، إيه ألو، إيه روح خالو، في فيك تحكي مع هاي الزلمة هذا، إيه صديقك، إيه يعمل لي إقامة، ما بس شو بصير، شو يا حلا، هلا شو استفدت من صديقي ايه؟ طيب احكي هدول الخرفان اللي بيطلعوا يتصوروا معك شو استفدت؟ خليهم يعملوا موضوع الإقامة، هدول الخرفان طلعوا مش كويتيين، هدول بدهم حدا يعملوا إقامة، ودي شو ها؟ والله يا روح خالو طلعت ثولة، يعني شو بكي مع ناس عنهم، شبكة مع ناس بدهم إقامة، بهدلتينا والله يا روح خالو بهدلتينا، هلا مرد والناس ما عم تسبح والتنكر ما عم يطلع مصاري. هذا ما تحطه تحت خانة الاستهزاء؟ لا. شنو شو تصنفه؟ مو أرجع وأقول لك موضوعي شخصي مع شخص واحد. إيه بس أنت هني ما شملت كل خلينا نقول الأردنيين أو الفلسطينيين، مع كامل الاحترام والتقدير لهم، أنا عندي ربع
أردنيين، عندي ربع فلسطيني، عندي ربع سوريين، عندي ربع مصريين، يعني ولدي عنده ربع من كافة الجنسيات. أنا أتعامل مع الناس بتصنيف واحد، إما محترم أو غير محترم، لا أنظر لا لديانته لا لجنسيته ولا لمذهبه ولا إلى أي شيء ثاني. بس أنت هني دشيت في سالفة الخوال ودشيت في سكة البعض أخذها عليك، ليش دخلت في هذا الجانب يعني، وقلتها أيضا بأسلوب في يعني في مساس، يعني إما الحين في الخوال في 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 الشخص اللي كنت أنت قاعد تنتقده، نعم، أو الإنسان اللي كنت قاعد تنتقدها، يعني دخلت في مجال وخرنا عن سالفة النقد الجريح الصريح، لا دخلنا الآن في خانة ثانية استهزاء وطنازة على شريحة على مجموعة معينة يعني. نعم الحين أنت الحين لازلت مصر أنك أنت هذا ما تعتبره استهزاء؟ لا لا ما يعتبر استهزاء، هذا يعتبر استهزاء ورد على شخص معين استهزاء هذا الرد، يعني كان في إساءة هذا رد الإساءة. يمكن أنا ذكرتها بالسناب الأحداث صارت وانتشرت وناس تتناقل فيديو، ممكن تتناقل الفيديو من النص، ممكن تتناقل آخر السالفة، ممكن بداية السالفة، تسلسل الأحداث مو واضح على الناس، عشان المرة الأخيرة أوضحها حق الناس. في الحادثة هذه أو أي حادثة ثانية أنا ما بديت بالغلط، نتفق على هذه؟ ما ادري، لا مو ما اقدر احكم، لا متاكد يعني. قصدي نتفق الحين واضحه اني انا ما بديت الغلط مع اي شخص. الرد هذا لان الطرف الثاني تكلم على موضوع الاصل واستهزأ في موضوع الاصل، انا رديت الاساءه في نفس، فرديت الاساءه بالاساءه بنفس المستوى. ما انا قلت لك بالبدايه انا عندي تو اوبشنز، يا اني اترفع يا اني ارد في نفس مستوى. مو هني انا بس خل اخذ بس مداخله هني كانت حق السيد مشاري وياه بس على هالموضوع، يعني قضيه رد الاساءه بالاساءه ما كان المفترض من فيصل تحديدا، كان يتحدث عن فيصل البصري يعني يدخل بهذه السكه، خصوصا المعروف عنه الاستقامه وريال مصلي مسمي خايف الله، والقذف اللي صار والكلام اللي ما له داعي ازعج وايد ناس، الكلام كان جارح، هذا مو سلوك فيصل، خصوصا انت صديق مقرب لمشاري العفاسي وانت مستقيم، كان في صدمه، انا مصدوم. ابي تعليقك على كلام شارب يابس بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، لازال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الحلقة الناقد الساخر فيصل البصري. أبو يوسف قبل الفاصل فتحنا وياك موضوع ما يؤخذ على فيصل البصري أنه هو كثير الاستهزاء، تكلمنا عن بعض الأمثلة، بعضها أنت اعتبرت أنه في خانة التجريح، وبعضها أنت نفيت أنك أنت تقصد أشخاص معينين، وحطينا فيديو يتعلق بانتقادك الساخر لحادثة أنت يمكن مريت فيها والناس يمكن تعرفها اللي متابعينك، وتحديدا يمكن مسيت فيها يعني الشعب الأردني أو الشعب الفلسطيني، ورد عليك السيد مشاري أبو يابس. أنا بس من باب التذكير أرجع أقول كلامه، ما كان المفترض في فيصل أن يدخل بهذه السكة، خصوصا أن المعروف عنه الاستقامة وريال مصلي مسمي خايف الله، والقذف اللي صار والكلام اللي ما له داعي أزعج وايد ناس، الكلام كان جارح، هذا مو سلوك فيصل، أنا مصدوم. الناس انصدمت من ردة فعلك. يعني الكلام اللي قاله مشاري أبو يابس مثله هو شخصيا، يعني هو قال انه مصدوم، انه مصدوم كيف يعني، حتى انا شفت بدايه الفيديو حق الاخ مشاري أبو يابس، قال في بدايه الفيديو انا ما عندي تفاصيل الموضوع ولا ادري شنو صاير، وبعدين يعني اطلق احكام معينه وقال اني انا مصدوم وفيصل المفروض ما يسوي كذي، والمفروض يفترض أن يسوي شيء. فإذا هو ما عنده تفاصيل الموضوع ولا يدري، حتى هو بالفيديو قال أني أنا سويت أكثر من كذي بس أنا كان عندي أسبابي الخاصة، يتكلم عن نفسه إيش درى شنو أسبابي أنا الخاصة يعني. يعني جزاه الله خير أنه حاول يعني يكون الرأي يعني العاقل الموضوع المحايد، بس هو ما عنده تفاصيل الموضوع فما يقدر يحكم على موضوعنا. بس
انت قاعد تقول يعني بغض النظر عن كلام مشاري ابو يابس وبغض النظر عن ردود الافعال كثيره اللي جات حق فيصل البصري اللي استكثرت على فيصل انه يطرح هذا الطرح، انت ترى ان اللي سويته كله في هذا الملف انت غير ندمان عليه؟ ولا غلطه. والكلام اللي كان فيه ولا غلطه وكن قلتها قضية الدخول في الأعراض ولا غلطة شرعا، ولا غلطة يعني حتى يعني الأساس اللي قاعد أبني عليه أساس شرعي، ولا غلطة. الله سبحانه وتعالى يقول وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، واللي أنا قلته أول شيء ما في قذف، ثانيا ما في أي افتراءات أو كلام باطل، بالعكس الطرف الثاني يمكن أطلق أحكام وشذي. يمكن أنا قلت لك باب العزيز بين بالفاصل الانتقاد الوحيد اللي يعني هم يعتبر مدح، ان انت المفروض ما كان المفروض انك تنزل الى هذا المستوى، معناته انا في مستوى عالي والناس تعودت علي اني انا اكون في مستوى عالي والمفروض اترفع عن هالفئه هذه، بس انا قلت لك انت اليوم قاعد تمشى، بس انت خذيت قرار انك لا انت تبي تنزل حسب كلامك يعني لا وتبي تتكلم وخل تكون التكلفه شنو ما تكون. انت الحين قاعد تقول ماكو قذف وماكو استهزاء وماكو تعرض، حسب ما ينقلون الاخرين انك لا انت هذا كله سويته. لا ما سويت ولا شيء من اللي تفضلت فيه. اللي هم قالوا مو اللي انا اللي نقلته عنهم انت الحين. انا قاعد اتكلم اليوم انت قاعد تمشى في سوق في مجمع مع اسرتك وقدام الناس كلها، خلينا نفترض ياك طفل صغير او ياك شخص نكره او شخص ايا كان وغلط عليك بكلمه باساءه، ما راح اقول الاساءه بس خلينا نفترض وصفك مثلا وصف معين اسم تكرم حيوان مثلا، تقدر انت ترفع عن هذا الشخص وتقدر ما ترد عليه لأنه بالنهاية يعتبر خلينا نقول نكرة وغير عاقل ولا غير مدرك أو ما يسوى إنك ترد عليه. بس لو كانت الإساءة من نفس هذا الشخص اللي أنت ما يسوى ترد عليه، كان الطعن وقذف في الأعراض. هني صعب تقول والله حق الشخص لو مترفع ومو مراد عليه، لا الشخص قاعد يتكلم عنك ويقذف فيك ويشمل أهلك، ما يصير تقول لا، ما يصير أرد عليه. بس أنت قاعد تؤكد أنك أنت في كل الأحوال فيما يخص هذا الموضوع أنت أساسا ما دخل، مو أنت اللي بديت، الطرف الثاني هو اللي ابتدى حسب كلامك. نعم. يعني رفعت قضايا في هالموضوع؟ في يعني إجراءات قانونية ضد أطراف، مجموعة من الأطراف يعني اللي تناولوا الموضوع اللي تكلموا في بعض الإساءات، يعني موجودة مع المحامي الحين قربت رفعت قضايا، يعني في طور إن نسجل قضايا. رفعت قضية على قناة العربية؟ ما رفعنا قضية للحين، بس في يعني اتخذنا إجراءات القانونية. يعني ليش رفعت قضية على قناة العربية؟ لأنهم تكلموا يعني أو شيء يعني أساءوا لي في بعض العبارات وأطلقوا أحكام يعني مسبقة علي، وهنا حتى يعني قالوا أن المفروض يتعاقب لأنه سوى 1-2-3، فصاروا هم القضاة وهم الإعلاميين وهم، فعلى الأساس كان لك مقابلة تلفزيونية قبل تقريبا 3 سنوات قلت أنك أنت راح تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت أنه ما راح تسلك منحة رفع القضايا. الحين في الفترة الأخيرة قضاياك بدأت تزيد. نعم. ليش قررت الحين أنك أنت لا، أنا سلكت هذا المسلك في السابق بس يبدو أنه ما في نتيجة، الحين أنا لا أبي أرفع قضايا؟ أوكي، للأسف الحل الوحيد مع مجموعة من الناس اللي هو الإجراءات القانونية والقضايا، لأن ما يوقفون عن الإساءة ولا ومستمرين فيها يعني صار لهم فترة طويلة. هذا موضوع. الموضوع الثاني لما تكلمت عن موضوع بعض المسلسلات في رمضان قبل 2 أو 3،
تفاجأت بالإضافة إلى الإساءات اللي جت من مجموعة من الممثلين أو الناس الموجودين في الوسط الفني، إن في 10 أشخاص من الوسط الفني راحوا ورفعوا قضايا علي لأني أسأت للوسط الفني حسب يعني ادعائهم. فصرت الحين يعني أنا مو غلطان، وفي مجموعة هم اللي غلطوا علي وهم ترفعون علي قضايا. فقررت أن هذا حق قانوني هم يبون يستخدمونه، وإن كان للبعض ما كان حق أصلا. وأنت أيضا قررت فأنا قررت أن بالمقابل أني أرفع قضايا على اللي أساءوا لي. طيب أنا الحين بتكلم عن الشق الفني، لكن بشكل سريع جدا موضوع التقديم التلفزيوني، أنت الآن مقبل على تجربة جديدة في التقديم التلفزيوني؟ في خطة أني يعني في أكثر من عرض من أكثر من قناة تلفزيونية أني يعني أقدم برنامج تلفزيوني توك شو خلال الفترة السابقة، بس أنا كنت وايد يعني الفكرة هذه مطروحة ومعروضة من 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 عدة قنوات من سنتين أو 3 سنوات يعني، بس أنا وايد حريص أني ما أتسرع في القرار، أبي أسوي شيء. هي الحين قيد الدراسة يعني؟ تقريبا يعني ما تم الاتفاق النهائي، بس يعني خلال الفترة القادمة إن شاء الله. تجربتك اللي كانت في السابق مع زميلك شعيب الهاجري في مجموعة بالمخبة أو قناة اليوتيوب بالمخبة، بشكل سريع جدا كيف تقيمها؟ كانت ناجحة فاشلة؟ كان لها إيجابيات وفيها سلبيات يعني ما كان يعني ناجحة ولا فاشلة؟ لأن شعيب نوجه له كل تحية، قبل أيام ذكر أن أسسنا من خلال شركة بالمخبة عدة برامج، ومنها مع فيصل البصري ودانا طويرش، وبرنامج كان يحمل اسم شعيب شو ولكن لم يكتب لهم النجاح. نعم. حسب تقييم أنه ما نجحوا البرامج. هذا رأي يعني، بس أنا يعني خلال فترة وجودي في قناة بالمخبة هي الفكرة أن يعني شعيب عرض علي أن يكون عندي برنامج في اليوتيوب خاص فيني وبطرح اللي أنا أقدمه يعني النقد الساخر تحت مظلة شركة بالمخبة اللي هو يملكها وكان معاه شركة إذا ماني غلطان. وشعيب هو كان يقدم برنامج خاص في يعني تطوير الذات أو شيء كذي، كان مجموعة تقدم بالفاشن، مجموعة تكلم عن الأفلام، ومجموعة يعني طيب. معلومات عامة. شو ممكن أنت تقيس النجاح والفشل في هذه البرامج؟ تكون مشاهدات اليوتيوب هي اللي تحضر. تكون المشاهدات، تفاعل الناس مع الحلقات في مواقع التواصل الاجتماعي. فأنت شو قستها؟ إيه، فأنا خلال وجودي خلينا نقول كان في 8 برامج طيب. ولا 6 برامج في، فأنا كنت البرنامج الوحيد اللي كان عندي مشاهدات وكان في تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي. البرامج الثانية بما فيهم برنامج اللي كان يقدمه شعيب ما كانت يعني المشاهدات في هذا طيب. العدد. خليني أشوف الفيديو وياك بسرعة. نعم. جماعة ببلش باليوتيوب وأبي مشاهدات وايد، فأبي نصيحتكم، أبلش شغل طاقة إيجابية وقانون الجذب جي ما يمشي الموضوع. زين رأيكم أبلش شغل عمل خيري وإنساني يتمشى حافي بالشارع؟ هم راح ينفع. زين ألبس قناع حيوان وأتمشى مجمعات؟ هم راح ينفع. زين هذه الفكرة أتوقع تمشي. أو أجيب واحدة من الشارع واتفق معاها نسوي كذي فبركة فضيحة والناس من لقافتها راح تيدش وتزيد عدد المشاهدات. زين والمحتوى والأخلاق والقيم طز بهذا كله، أهم شيء مشاهدات وايد معناته إعلانات وايد وفلوس وايد. وآخر شيء مع يعني ثانية كذي أصفصف لي حكي والناس تصدق إنه محتوى هذا. تقصد شعيب؟ لا يعني كنت أقصد بعض الممارسات اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، بس ما أقصد شعيب. طيب خلني أروح على إحنا يمكن تكلمنا يمكن في سياق الحلقة أكثر من مرة على موضوع الفنانين، نفس السؤال يمكن انطرح عليك قد يكون في السابق، لكن ليش انتقدت الوسط الفني؟ ما انتقدت الوسط الفني يعني كله. قبل سنتين كان في عمل مسلسل في رمضان، الفكرة كانت يعني مقززة، يعني كانت
يعني حتى استحي أقول يمكن على الهواء إنه واحد يعني يحب مرت أخوه وقبلها بكم سنة واحد يحب أخت مرته. فانتقادي كان إن ليش قاعد تطرحون هذه الأفكار؟ هل الفكرة أو الهدف هل هي هذه ظواهر موجودة في المجتمع؟ ما هي ظواهر موجودة في المجتمع؟ كم نسبتها موجودة في المجتمع؟ يعني هل تستحق أن الناس تطرحها وتعالجها؟ فهذا واحد. سؤالي الثاني، قد يكون هذا مسلسل واحد أو حالة واحدة؟ تكررت يعني الأفكار هذه اللي تحسها أفكار خبيثة، يعني ما تحس يعني شيء فطرية. بس كلامك حسب ما هم يرونه المنتمين لهذا الوسط أنا أسأله بدليل أنهم يعني تعرضوا لك حسب كلامك في مسرحياتهم، تعرضوا لك في وسائل التواصل الاجتماعي، ليش حسوا أنك أنت قاعد تمسهم؟ ليش حسوا أنك أنت حتى النقابة رفعت عليك قضية؟ نعم. ليش استشعروا أنك أنت قاعد تسيء للوسط الفني؟ ما أسأت الوسط الفني، وأكبر دليل أن كل القضايا اللي رفعوها علي طلع حكم براءة، يعني كلها كل القضايا للحين، يعني يمكن 6 قضايا من العشر أخذت فيها حكم البراءة لأني ما أسأت حق أحد. أنا أتكلم عن حالة معينة في بعض المسلسلات، لأني قلت لك شنو الهدف من طرح هذه القضايا؟ هل يبون يحلون هذه القضايا؟ أول شيء ما هم مؤهلين أن يحلون قضايا اجتماعية مثل هذه. اثنين، هل فعلا بعد المسلسل القضايا هذه قاعد تنحل؟ هل يعني إذا طرحوا مثلا قضية نفس المخدرات هل قاعد تقل النسبة؟ لما يتكلمون عن حالات الطلاق هل قاعد تقل النسبة بعد المسلسل؟ هذا نفس المسلسل 29 حلقة يطلعون اللي قاعد يتعاطى ومخدرات وناسة وسهرات ودقدقة وحفلات ومزاجة زين وكذي. الحلقة الأخيرة الحلقة 30 يحطون رب لحية وتاب، يعني لو يصير العيد مبكر ما تشوف 30، فتأخذ على إذا تبي تعطي تقييم عام حسب ما أنت ترى لوضع الدراما الكويتية اليوم، شنو ممكن تطلق عليها أو وين تصنفها؟ شفت تقرير قبل فترة بمواقع التواصل الاجتماعي إن شون كان المسرح الكويتي أو المسرح كان يسمى المسرح العربي بعدين صار المسرح اسمه المسرح الوطني، شون كان يطرح قضايا يعني جوهرية، قضايا تهم المجتمع، قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، وشون تحول هذا المسرح إلى مسرح يكتفي بالسخرية والاستهزاء وكذي. موضوع أن اللي قاعد يقدم الحين هل هو فن هادف ولا لا؟ أنا شخصيا ما أشوفه فن هادف. ما تشوفه فن هادف؟ يعني الأغلب. طيب أبطلع فاصل أخير وبيأرجع، لازم أروح، لازم هالمرة أجيبك صوب ملعبي. ماشي. نتكلم بالسياسة. ايه؟ راح نتكلم عن المجلس الحالي، المجلس السابق. أحمد السعدون، سلام براك، رياض العدساني. بعد الفاصل، فاصل قصير أخير ونعود. رجعنا لكم مشاهدين الكرام في هذا الفاصل الأخير مع ضيفنا الناقد الساخر فيصل البصري. أبو يوسف، أنت كل مرة بتقول إن المسمى طويل الناقد. أذكر حق اللي لحق علينا تالي بعد الفاصل. نتكلم بالسياسة في هذا الفاصل الأخير أكثر. لعبتك سياسة؟ يعني لا، مو لعبتي، يعني قاعد أحاول إني أنوع شوية. أنت دعيت في الانتخابات الأخيرة لعدم التصويت حق النواب القبيضة حسب كلامك، نص كلامك، والمجلس السابق، وأيضا دعيت لعدم التصويت حق اللي كانوا مقاطعين واللي استقالوا. الحين قد البعض يكون فاهم أنت ليش دعيت لعدم التصويت حق نواب المجلس السابق والنواب القضائي، لكن اللي كانوا مقاطعين واللي استقالوا ليش دعيت لعدم التصويت لهم؟ يمكن كان عندي رأي في النواب اللي كانوا موجودين في المجلس السابق واستقالوا وقرروا أنهم يرجعون مرة ثانية يستقلون، مع حفظ الألقاب، صفاء الهاشم، رياض العدساني، عبد الكريم الكندري، نسيت اثنين بعد، حسين قويعان، دكتور حسين قويعان، وراشد. أنا راشد. طيب. البعض منهم أكل كل الاحترام والتقدير وقدر إخلاصهم في العمل السياسي، شخص مثلا خلينا نقول رياض العدساني، بس أختلف معه في خلينا نقول القرار اللي أخذ. اليوم لما وصل للمجلس السابق في ظل وجود المقاطعة
هو يعني قرر انه يتبنى راي المشاركه وهي الواجبه، وهذا راي يحترم ممكن يكون صحيح في هذا. ما يصير انت تتخلى عن مسؤوليتك وتتخلى عن الناخبين اللي وثقوا فيك وراحوا بالحر وكان كان رمضان بعد ماني غلطان وصايمين وصوتوا لك وتقول والله ان المجلس مو متعاون. وانا طرحت تساؤل يعني على الاخ رياض العتساني وحتى الدكتور عبد الكريم الكندري ان اوكي انتم قلتوا ان رئيس المجلس ما كان متعاون معنا والحكومه وكذي، فقلت ماذا لو رجعتوا نفس المجلس بنفس خلينا نقول الوجوه والزملاء اللي معاكم وبنفس الرئيس. انا كان عندي ضيف نائب الفاضل رياض العتساني وطرحت عليه هذا السؤال نصا وقال اصلا ما راح يتكرر هذا السيناريو. ادري بس انت ما يصير تحط افتراضات، يعني ما يصير تقول انا الحين قدمت استقالتي لان المجلس كان فيه رئيس مو متعاون والحكومه والنواب اللي معي ما كانوا يساعدوني، وتقول ابنزل الحين وما اتوقع هذول يرجعون. ما يصير موضوع افتراض، انت الحين عندك مبدا، المبدا ان انت تحارب لو كنت شخص واحد او لو كنت كتله فيها 40 نائب، مو مبدا واحد. فلما انت تخليت عن مسؤوليتك رياض العتساني عبد الكريم الكندري تخلوا عن مبداهم بعد قرارهم المشاركه في المجلس الحالي؟ لا المشاركه والمقاطعه الموضوع لا المشاركه بعد ما استقالوا، اقصد تحديدا هالاثنين بعد ما هم استقالوا ورجعوا مره ثانيه شاركوا في المجلس الحالي، هل تخلوا عن مبداهم؟ مو تخلوا عن مبداهم، انا اشوفها انها يعني ما بيقول عدم احترام للناخبين بس يعني فيها خلينا نقول سياسيا عدم احترام للناخبين اللي وصلوك حق ومبرراتهم اللي قالوها مو مقنعه بالنسبه لي، ودعيت لعدم التصويت لهم بحسب راينا. المجلس الحالي شلون يرى فيصل البصري؟ انت المجلس السابق كنت ناقم عليه. مو بس انا يعني الناس كلها ما شافت اي انجاز، المجلس السابق للاسف تفرغ لخصومات يعني شخصيه ويعني كانت الارض مفروشه ورد حق المجلس السابق، رئيس او اعضاء والحكومه. ما في خلينا نقول نواب معارضه، ما في تأزيم على قولتهم، وكانوا يقدرون ينجزون ويسوون وايد اشياء بس ما صار ولا شيء ولا تم الانجاز، لانه ما في جديه اصلا لا من الحكومه ولا من المجلس السابق انه ينجزون. المجلس الحالي في بعض الاسماء الزينه ناس قاعده تجتهد، في يعني الشباب البعض منهم ممتازين وطرحهم زين احسهم منهم يعني، بس اليوم موضوع الاستجواب الاخير اللي صار يعني رغم قناعتي في موضوع التجاوزات الماليه والاداريه اللي كانت موجوده في وزاره الشباب ووزاره الاعلام، الا ان انا كل استجواب اشوفه شخصاني الى ان يثبت المستجيبون او اعضاء مجلس الامه عكس ذلك. وهذا ينطبق على الاستجواب الاخير. الاستجواب هذا واللي قبله واللي قبله. الحين دائما ذكرت هذا الاستجواب لان هذا اول استجواب في عمر هذا المجلس الحالي. نعم الحين استجواب شخصاني. لا انا الحين كمواطن قاعد اشوف نائب يستجوب وزير يشوف انه في خلل في 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 وزارته وفي تجاوزات ماليه واداريه، زين قدم استقاله الوزير، تم طرح الثقه بالوزير ايا كانت النتيجه، زين وبعدين؟ التجاوزات ما زالت موجوده، الناس اللي مخالفين ما زالوا موجودين، هل سيتم محاسبتهم ولا الموضوع بس والله راس الوزير نبي يطيح وانتهى الموضوع؟ انا اقصد انا كمواطن ما يهمني من الوزير، يهمني ان الاصلاح يتم في وزارته. في الاستجواب الاخير اللي قدم لوزير الاعلام انت تعتقد ان كان المطلوب فقط راس الوزير والموضوع كان شخصاني؟ راح يبين الحين بعد استقالة الوزير أو استمراره أو طرح الثقة هل يتم معالجة. أنا قاعد أتكلم على الاستجواب هذا والتجارب السابقة صحيح. يكتفون في استقالة الوزير الوزير وخر وخلاص، زي من يحاسب الناس اللي تجاوزوا في هذه الوزارة أو في هذه المؤسسة الحكومية. على هالموضوع أنت غردت قبل كم يوم، تتوقعون كم سعر الفوق تحت موضوع طرح الثقة؟ ربع نص أو أرنب كامل؟ في فوق تحت راح يصير؟
فيما لو اذا الحين الحين لهاللحظه ما ادري اكو جلسه طرح ثقه ما اكو جلسه في استقاله ما في استقالة يعني الان الامور مبهمه الأمور يعني اكثر من راي اكو الامور مو واضحه اذا 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 ما يمكن يعني هل خلال هاليومين يبين ان اكو انا اللي عارفه ان عند لفه الفوق تحت زحمه الحين زحمه عند لفه الفوق تحت وفي ناس راح تقول في بس وصل الرقم كم 30 31 أكثر بعد يمكن 31 إيه واللي قرروا إنه ما يصوتون حق برزوق الغانم في الرئاسة كانوا 26 صفوا على 17 طيب دام تذكرت الموضوع خلنا نشوف مع بعض الفيديو هذا نكمل كلامنا ونغيرهم ونزلوا ناس قالوا إحنا معارضة وصلاحية واجتمعوا 26 واحد في الديوانية وقالوا الرئيس السابق لمرزوق الغانم ما راح نصوت بعدين سووا بالندوات يعني قصونا العالم تحذف عقل وشي ما راح نعطي حق مرزوق الغانم ما راح نصوت حق مرزوق الغانم بعدين سووا لا هذه الوثيقة من الحين قول قبل الله هذا نصوت لك راح تعطي حق مرزوق الرئاسة لا خلاص نعطي نصوت اللي قالوا وصرحوا ووقعوا وحلفوا قطعوا قالوا ما راح اسوي حق مرزوق 26 واحد واللي ترشحوا حق الرئاسه ثلاثه مرزوق الغانم عبد الله الرومي شعيب المويزري مجموع اصوات اللي اخذوهم شعيب المويزري عبد الله الرومي اللي ضد مرزوق يعني اللي نزلوا ضد مرزوق الغانم مجموع اصواتهم واحد رومي خذ 9 اصوات وشعيب خذ 8 اصوات يعني كم 9 زائد 8 17 ف 17 شخص اللي فعلا صوت مو مع مرزوق الغانم والاجتماع 26 في 9 فالشعب يبي يعرف منو اللي خون منو اللي كسر وتصويت الرئاسة أول اختبار حق هذول الأعضاء فإذا أنت بالرئاسة سويت أكيد بقضايا ثانية هم راح تسوي فالشعب يبي يعرف منو التسعة اللي طقوا فكاهات من أول لفة حليت اللغز ولا ما حليته؟ لا ما أقدر أجزم يعني بس أنا قاعد أتكلم عن مبدأ واللي اللي حلفوا وأقسموا أنهم يعني في مواقع التواصل الاجتماعي حلفوا أنهم صوتوا حق الأخ شعيب المويزري 13 واحد واللي وهو حصل على 7 أصوات فشيل صوته فستة ففي 7 مكذبين حتى بالقسم شو تفسرها هذه؟ يخافون من 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 قواعدهم الانتخابية من يعني من الرأي العام من الشارع خلينا نقول تصير هذه التصريحات يعني حتى موضوع تصويت الرئاسة واللوية اللي صارت في برامجهم الانتخابية أن يعني كلهم إنما أنا بنصوت واللي وقع وثيقة وكذي كلها كانت إرضاء حق الرأي العام والقواعد الانتخابية ما كانوا صادقين الرقم يقول إنه ما كانوا صادقين في مجموعة كبيرة منهم ما كانوا صادقين ونفس الشيء مجموعة كبيرة ما راح يكونوا صادقين في استجواب وزير الإعلام ولا في القضايا القادمة الحين حسب يعني تصنيفات والتحليلات السياسية بأن المجلس في الحين 26 25 بس في على الأقل مجموعة كبيرة من المعارضين اللي موجودين في المجلس الحالي تعول عليهم في هذا المجلس ولا مؤشر انتخابات الرئاسة ومؤشر استجواب وزير الإعلام فتح عندك شيء فوق لا يعني أنا مو مصدوم من النتائج وشذي الناس تطق فوق تحت أنا يعني أدري بس اليوم أبو عبد العزيز وظيفة النائب أو اللي مطلوب من النائب إنه يراقب وإنه يشرع الرقابة ضرورية ولازم تكون موجودة وإذا في تجاوزات إذا في هدر للمال العام لازم يكون في رقابة لكن وين دور التشريع فأنا اللي قاعد أشوفه الحين من النواب خلينا نقول الطريقة خلينا نقول العنيفة اللي قاعد يتعاملون فيها مع الحكومة ما راح تفيدني أنا كمواطن يعني اليوم خلصوا من استجواب وزير الإعلام في ناس صرحوا انه راح نستجوب رئيس الوزراء، الموضوع مو مصارعة يعني مو رويال رامبل طيحت واحد تبي تطيح واحد ثاني وراه. نحتاج يعني نحتاج هدوء
بس يعني هدوء يكون في حكمة. شغلة ثانية يعني التسرع في 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 الاستجوابات اللي ما منها فائدة، لأن أنا قلت لك الموضوع شخصاني، يطيح الوزير ويتسكر الملف، ما حد يصلح الخلل، ما حد يعالج، ما حد. ف مو وايد متفائل. مو متفائل؟ لا، في هالمجلس الحالي أنا يعني مو وايد مؤمن بالديمقراطية الكويتية، يعني مو مؤمن في الديمقراطية بشكل كامل يعني. أوكي. لا، هو احنا عندنا ديمقراطية ولا ما عندنا ديمقراطية؟ عندنا صورة للديمقراطية بس يعني مو كاملة. وانت مو مؤمن في هذه الصورة؟ لا، بناء على التجارب السابقة والمجال السابقة لا. تتوقع هذا المجلس يكمل مدته ولا ما يكمل؟ لا، ما راح يكمل. العلم عند الله سبحانه وتعالى، بس ما اتوقع. لا، شنو القشة التي ستقسم ظهر المجلس الحالي حسب تقييمك؟ اتوقع يعني موضوع استجواب رئيس الوزراء، اذا عدى الوزير الاعلام هني راح نقول الدور راح يكون عليه حسب كلامهم. إيه، حسب كلامهم انه راح يكون. بشكل سريع جدا قبل ما اختم معاك، ديسمبر 2016 غرت، ودي اسمع راي مسلم البراك الحين باللي يصير من خيانات وصفقات من ناس كانوا معاه. قلتها قبل واعيدها، دخلوك بالطوفه يا ابو حمود. منو اللي دخل مسلم البراك بالطوفه؟ الحين مسلم البراك يعني بسبب الخلاف هذا بدايه، شنو اللي هو مرسوم الصوت الواحد اللي يرفضه مجموعه من النواب ان يشاركون في الانتخابات بسببه. اليوم مسلم البراك مسجون، وفي ناس كانت يمه بالندوات والمسيرات مشاركين، والبعض منهم اتوقع حتى يمكن يسوي صفقات مع الحكومه. ف بس هم قاعد يقولون احنا شاركنا عشان يعني عشان لا تضيع البلد، ونحاول ان الامور السلبيه اللي صارت في مجلس 2013 نرد، احنا نرجعها ونرد نعيد نحط القطار على السكه، واحنا نازلين عشان البعض قال صراحه احنا نازلين عشان مسلم، عشان نعدل القانون اللي. انا عندي سؤال، انت لما قررت تقاطع وما تشارك شنو كنت متوقع؟ يعني ان يعني بنصير يعني ان المجلس بيكون مجلس انجاز؟ مو حسب رايك ان المقاطع اللي قاطعوا هم الاصلح لمجلس الامه والمشاركين مو زينين، فطبيعي تكون نتيجه المشاركين ان مجلس اللي هو 2013 ان النتيجه ما تكون زينه، فمو عذر يعني ان انت ما شاركت او تبي تشارك الحين عشان تصلح الخلل، والخلل كان متوقع انه يصير. ايش تقصد بالخيانات اللي تعرض لها ابو حمود؟ مو هذه قلت لك ان المفروض انه ما يشاركون، شاركوا والديل كان واضح مع الحكومة في موضوع انتخابات نائب رئيس. الديل كان واضح؟ كنا ما يندي نسولف عن الموضوع. مشكلة أنت الحين قاعد تفتح لي مجالات وأنا تقريبا الوقت انتهى يعني. نعم. الديل كان واضح في انتخابات نائب الرئيس؟ نعم. إي بس نائب الرئيس يعني مو ما أقصد عيسى الكندري. بعد أتصور ما له داعي أسألك يعني أكثر. طيب آخر سؤال، الوحيد اللي استحق لقب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، هذا كلامك، لازلت عند رأيك؟ نعم. طبعا مو تقليلا من باقي الرؤساء، بس قصدي أنا أرى في أحمد السعدون يعني رمز سياسي، أكيد عنده أخطاء، أكيد عنده سلبيات، بس إيجابياته أكبر من أخطاء. مرزوق الغانم كان ممكن من يعني المجلس اللي فات كان ممكن يكون يعني كان عنده كل المقومات انه يكون رئيس مجلس امه ناجح، بس مشكله مرزوق الغانم وقته جابه للسلطه وعطى ظهره حق الشعب، فعشان كذي صار في السخط الشعبي عليه. واتوقع هو تعلم من الفتره السابقه، تغير الحين. طيب، مع كامل الاحترام والتقدير حق مرزوق الغانم وجميع الاسماء اللي يمكن ذكرت في هذه الحلقه، كلمه اخيره فيصل البصري في اي مجال تبي تقولها شنو؟ أنا بس قبل أشكرك على الاستضافة وكذي، بس في موضوع ودي أطرحه بشكل سريع. أتمنى المجلس القادم، إذا كان المجلس القادم ولا الحالي؟ ما إذا يصير المجلس الحين أو هذا. أنت مو متفائل أن هذا راح يكمل؟ أكيد. أنهم يشكلون لجنة للقيم خاصة بأعضاء مجلس الأمة، هذول اللي موجودين في 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 قاعة عبد الله، خاصة في الأعضاء نفسها. خاصة في الأعضاء، لجنة للقيم والأخلاق اللي موجودين ويمثلون الأمة. يفترض للأسف البعض منهم وصل مرحلة من خلينا نقول
الأخلاق وتكرم تحذف نعل وعقل وسب وكلام ما تسمع حتى بهوشة مدرسة. فأتمنى بدل لا خلينا نقول يسوون لجان ثانية ظواهر سلبية يسوون لجنة ظواهر سلبية والقيم ممكن يعالجونها هذه في يعالجونها يعالجون في ممثلين الأمة قبل لا يكونون قبل لا يفرضون خلينا نقول أو يعالجون مشاكل موجودة خارج المجلس. بالنهاية أشكرك على استضافتك، كنت جدا سعيد مع إعلامي أن يكون مع إعلامي متميز مثلك، وإن شاء الله نيك إن شاء الله مقابلة بس تكون متفائل شوية، الإحباط يكون عندك نزل. ما أوعدك بس أوعدك بدشداشة أكشخ. طيب فيصل البصري كل الشكر لك. الله يسلمك. الله الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، موعدي معاكم الأسبوع القادم مع عضو مجلس الأمة ضيفي النائب عبد الوهاب الباطين. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.